اتفضل يا دكتور. اهلا يا شيف، معانا النهارده الشيف رشا، هتقدم لنا اكله جميله من اكلاتها. ازيك يا شيف، عامل ايه؟ تمام الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله، نورتينا النهارده في البرنامج. نورك يا حبيبتي، والله انا مبسوطه جدا اني معاكم. حبيبتي تسلمي. عايزين نعرف بقى هتعملي لنا ايه حلو النهارده. اول حاجه هنعملها نجرسكو، صينيه مكرونه نجرسكو، وكمان هنعمل كنافه بالمانجا، ولو الوقت اتاح هعمل كوردون بلو. تمام، ممكن بقى حضرتك تبدأي وكمان المشاهدين يعرفوا بقى المكونات بتاعتهم. تمام، عندنا أول حاجة سمنة، معلقة سمنة وبصلة مبشورة. هتبدأي بإيه يا شيف لو هنبدأ الأول بالمكرونة النجرسكو. تمام، المكرونة مسلوقة. تمام. وعندنا بانيه متقطع قطع مكعبات. تمام، وعندنا ملح. تمام، وعندنا روزماري، زعتر، بهارات، فلفل أسمر، دي اللي هنتبل بيه البانيه. وعندنا بقى دقيق ولبن وسمنه علشان نعمل البشاميل، وجبنه الوش ان شاء الله. نبدا بقى، انا هنا بحمر البصله وهنزل بالبانيه وابدا. ماشي، احنا هنرجع لك تاني يا شيف دلوقتي، مش هنسيبك النهارده يعني، خلاص ظبطي بقى امورك كده. عايزين نتغدى. اعزائي المشاهدين، طبعا رياضة الفنون القتالية معروفة بالحزم ومعروفة بالقوة. معانا النهاردة بطل منتخب مصر ومؤهل للبطولات الدولية القادمة، البطل حسن طه. أهلا وسهلا كابتن. أهلا بحضرتك يا زعمة، شرفت ونورت الدنيا. أهلا وسهلا بيك يا كابتن. أهلا بحضرتك كابتن حسن طه. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، تسلمين. حابين بقى تعرفنا على نفسك بقى كده؟ أنا حسن طه من بلطيم مركز الجورلوس، طالب في كلية التربية الرياضية فرقة التالتة. بتمارس بقى الكيك بوكسنج فقط ولا في رياضات تانية مثلا؟ ملاكمه وكيك بوكسنج. ايوه بالظبط، اصل هو على فكره يا دكتور اللي بيلعب الرياضه اللي هو بيلعبها دي بتلاقيه بيلعب ملاكمه، بيلعب كونغ فو، بيلعب رياضات تانية يعني. انا في تخصص ملاكمه وكيك بوكسنج. وكمان جميل جدا لما يكون تخصصك رياضي مع الدراسه بتاعتك كمان. تمام. انت في الفرقه الكام دلوقتي؟ انا فرقه ثالثه، تخصص تدريب رياضي قسم ملاكمه ونزلات. ما شاء الله. اهلا. قول لنا بقى، ايه اللي دفعك ان انت تمارس اللعبه دي مع ان معروف ان هي كلها دم وطبعا اصابات وحاجات زي كده؟ انا في بدايتي دخلت اللعبه دي عشان اعرف ادافع عن نفسي كويس، وعشان احقق مراكز فيها بطولات، وعشان احترف بره مصر ان شاء الله يعني. طيب ممكن تذكر لنا كده اهم البطولات اللي انت خدتها بقى؟ انا بدات محافظه، خدتها 3 سنين ملاكمه، خدت جامعات 3 سنين، خدت لقب بطل مؤسسة دولية للمحترفين 3 سنين، خدت بطولة كأس مصر المحترفين مركز أول، خدت بطولة التنين الذهبي مركز أول برضو، خدت أول مقاتل مصري، بطولة المقاتل المصري خدت مركز أول، لعبت في تصفيات منتخب مصر، ربنا كرمني وخدت فضية ودخلت المنتخب الحمد لله. طيب مين بقى قدوتك بقى في المجال الرياضي؟ يعني أكيد بيبقى الواحد قدوته دايما بيكون مدربه. مين اللي كان بيشجعك؟ التشجيع ده بيبقى الاهلي بقى. طبعا اهلي لهم فضل عليا كبير جدا. بس قدوتي ارضى حضرتك الاول، قدوتي طبعا الملاكم المسلم محمد علي كلاي، بطل عالم طبعا، اسطوره مش هيجي زيه، لن يتكرر طبعا، اسطوره محمد علي كلاي، وبطل المسلم حبيب. بطل المسلم الروسي حبيب بيلعب فنون قتاليه مختلطه. صح. طبعًا مشهور طبعًا جدا هو دلوقتي. طبعا طبعا. الناس اللي طبعا احنا طبعا الاديان دي حريه تمام، بس هو محمد مسلم علي روسي. ومحمد علي كلاي مسلم. كله طبعا عارفه. طيب انت في بطوله معينه حابب ان انت تشارك فيها او تتمنى ان انت تشارك فيها؟ ان شاء الله عايز اشارك في بطوله عالم باذن الله، دخلت المنتخب خلاص ربنا كرمني ودخلت المنتخب، عايز احترف بره مصر وان شاء الله اول عالم باذن الله. هو اكيد طبعا طالما انت في المنتخب كل المشاركات الدوليه القادمه ان شاء الله هتكون موجود فيها. تمام يعني. اكيد ان شاء الله باذن الله. طيب يا حسن، قول لنا بقى مين اللي ساندك بقى في بداياتك اول ما طلعت كده بقى تمارس الرياضه؟ سؤال كمان قبل ما ناخد السؤال ده، فضل. عايز اعرف انت حبيت الرياضه وانت عندك كام سنه؟ انا بدات سنه 2013، بس بدات كان عندك كام سنه؟ كان عندك كام سنه؟ 10 كده؟ لا ممكن 14. 14 سنه. 14 سنه كان اول البدايه. في بدايه بس اول ما دخلت بطولات كانت 2017. ايه اللي حببك في الرياضه يا حسن؟ ايه اللي حببك في الرياضه؟ هي الرياضه كويسه وشايف نفسي فيها يعني. انا اول ما دخلت البطوله بتاعه المحافظه جبت اول، بعد كده جبت اول، بعد كده دخلت الجامعات جبت اول، شفت نفسي في اللعبه فكملت فيها. حبيتها كملت فيها. تمام يا حسن. طيب في رساله دلوقتي حابك توجهها للشباب اللي هم على المقاهي في الشوارع اللي هم ما يعرفوش اصلا حاجه عن الرياضه خالص، تحب توجه لهم ايه يعني انت؟
هو عموما الرياضه بصفه عامه دي حاجه كويسه جدا. قول بقى انا عايزك بقى تقول الرساله دي وانت بتبص على الكاميرا بتاعتك دي. طيب تمام. عموما اي رياضه بصفه عامه ده حاجه كويسه جدا، اي رياضه. فبنصح كل الناس بدل ما انت قاعد على القهوه وكافيه او كده العب رياضه، كوره، تنس، سباحه، اي رياضه بصفه عامه مفيده وطبعا لها اسباب ايجابيه كتير وهتفيدك جدا في حياتك. في اي رساله حابب توجهها بقى؟ شكر لاهلك، لمدربينك، لاي حاجه في نهايه اللقاء حابب؟ طبعا اهلي ليهم فضل. تمام. طبعا اهلي ليهم فضل عليا كبير جدا. طبعا والدي ووالدتي، واخص بالذكر طبعا الاستاذ الفاضل العم حسين خليفه، طبعا كان بيعتبرني زي ابنه وشجعني كتير كتير، اللي فضل عليا طبعا بعد ربنا. تمام يا حسن. احنا طبعا بكون سعيد جدا لما بيكون في ضيافتي بطل مصري، واكيد اكيد كل الدعم بيكون مجهود ذاتي منك، مفيش حد بيرعى او كده، صح؟ هو اللعبه بتاعتنا خاصه يعني والالعاب الفرديه بصفه عامه ملهاش دعم في مصر، مفيش غير كوره. السنه مظلومه شويه، مفيش ضوء خالص علينا، مفيش اي دعم ولا مادي ولا معنوي، مفيش اي تقدير خالص لينا، مفيش غير كوره بس. الرياضه كوره هي اللي واخده حقها في مصر. احنا عندنا ابطال كتير والله في مصر في كل الرياضات، في ابطال عالم في جميع الالعاب، جميع الالعاب الفرديه في مصر، في مصر جميع الالعاب الفرديه في ابطال، ابطال عالم كمان، بس هم مش واخدين حقهم. طيب انت توجه مثلا نداء للشباب والرياضه ونقابه الامان الرياضيه مثلا بالاهتمام بفئه الفنون القتاليه او الالعاب الفرديه عموما يعني؟ طبعا لازم يكون في ضوء علينا، الرياضه مش كره وبس، مصر فيها ابطال عالم كتير جدا، بس هم يعني عايزين فرصه، بس عايزين فرصه، عايزين دعم. انت شايف ان هم مهتمين بالكره زياده؟ الكوره بس هي هي اللي واخده حقها كوره بس، عايزين بس فرصه لينا ودعم لينا ننزل نكسر الدنيا وطبعا نرفع علم بلدنا باذن الله بره. ان شاء الله ان شاء الله نشوفك كده في بطوله عالم كبيره جدا. ربنا يخليك. متحمس. دكتوره منى بالتوفيق يا حسن. انا شايف حاجات كده وروايح كده حلو. الشيف الشيف رشا، ايه الاخبار عندك؟ تمام اهو شغالين اهو. تمام ان شاء الله. هو احنا ممكن نقول المقادير؟ احنا دلوقتي بنسوي الفراخ، حطينا سمنه وبصل شوحناه شويه وحطينا عليه الفراخ المتقطعه، وحطينا عليها روزماري، زعتر، بهارات، ملح، وسايبينها بقى كده تستوي مع نفسها. هنا حطيت سمنه وحطيت الدقيق حمرته، وبعدين حطيت نزلت باللبن شويه شويه. هحط بقى ملح وفلفل اسمر، كده يبقى كده المكونات بتاعتنا خلصت، والمكرونه عندنا مسلوقه جاهزه. هنظبط بقى الدنيا على بعضها تمام. هو طبعا يا جماعه مهما اوصف لكم الريحه اللي انا شاممها مش هقدر اوصلها لكم، مش هقدر. هتجوع المشاهدين كده، هتجوع المشاهدين. نغسل ايدينا؟ طيب ناخد فاصل كده دقيقه، نغسل ايدينا عشان نبدا ناكل. استنونا.